السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أنا سالم من جديد معكم يا محمد من قناة طويلة كونكر. فيديو جديد من فيديوهات كول أوف ديوتي موبايل. ويا جماعة طبعا احنا شفنا في الفيديو اللي فات تسريبات جديدة من عجلات الحظ وما إلى ذلك الممتازة جدا جدا بالنسبة له الشخصية والعربية عفوا اللي هتبقى ليجندري. عندك كمان هنا يا جماعة اللي هو الفيديوهات هتتعرض قدامكم دلوقتي لشوية إضافات كده من بين الشخصية بتاعت السلاح الـ AK-117 اللي اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. جات في ذاتها هتعرض تابعوها. عندك كمان بصراحة يعني اللي هو دي مهمات ده يبقى عبارة عن مهمات تاخد منه بوكسات مجانية، دي هتبقى الشخصية المجانية في البوكسات تقريبا. بصراحة سكن رهيب جدا، فوق فول ممتاز. عندك كمان سلاح اللي هو ده اللي هو M13، ده الام 13 نفس تصميم الام 13 ده، يا اما ده هيبقى اللي هو الام كي 2. ام كي 2 كويس، ما مكتوب ام كي 2 تمام. تصميمات حلوه بصراحه، جميله جدا. حتى كمان الكولين كارد ممتاز جدا جدا جدا، بس اعتقد ان ده هيبقى صندوق عادي، خلي بالكم بسي بي، مش هيبقى صندوق اللي هو مهمات ولا حاجه، اتوقع بكده جدا يعني. نفس الحوار ده صندوق الدانه يا جماعه، الاسلحه دي ال كيو، ده هيبقى انيميشن، ده يبقى انيميشن، ده اتوقع ان هو يبقى انيميشن، ان هو اصلا انيميشن مش اتوقع يعني. حتى تصميم الشنطة انيميشن، بس يعني الفرق يا جماعة والله العظيم ان هما بينزلوا في الصين حاجات امتيازات عنينا، ده موضوع يعني بيبقى بيخنق الواحد بصراحة والله، بيخنق الواحد بجد يعني، بيبقى خنقة 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 بجد تمام. طيب عشان مطولش عليكم هشوف كده في نهاية الفيديو شوية فيديو كده في الماب اللي هو هيتلعب بمناسبة الكريسماس وما الى ذلك. دايما اوريكم ان انتوا تدعمونا بلايكاتكم الحلوة، وان شاء الله الفيديو اللي بعديه هيبقى خاص بتحديثات الزومبي القادمة في سيزون 11 في سيزون فاينل سنو. تابعوا الفيديو للنهاية، نتمنى كل خير والسلام عليكم.